من كتر ظهورها معاه افتكروها زوجته. هي صغيرة وتشبه له في الشكل كتير، نفس الملامح ونفس تعبيرات الوجه. كلامنا عن أهم بنت في حياة وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي. مين هي البنت دي ودورها إيه في حياة وسام أبو علي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في حياة وسام لاعب النادي الأهلي في بنت بتظهر معاه كتير جدا. البنت دي من كتر ظهورها معاه افتكرها بعض الجمهور إنها زوجته أو خطيبته أو على الأقل خالص حبيبته اللي لسه يخطبها. إنما في الحقيقة البنت دي هي أقرب بكتير لوسام من اللي قاله الجمهور عنها من أول لحظة في حياتها وهي مرتبطة بيه. البنت اللي بنتكلم عنها دي هي سيلينا أبو علي، يعني شقيقة لاعب كرة القدم وسام أبو علي، مش حبيبته ولا حاجة. سيلينا بقى ظهرت مع وسام كتير جداً، ظهرت في صور وفيديوهات ملهاش أول من آخر. في أي مكان بيظهر فيه وسام أبو علي تلاقي سيلينا معاه، تعتبر ظله تقريباً، بتخاف عليه جداً من كل الناس، بتحني عنه، بتعامله معاملة الأخت الكبيرة، وتقريباً تكون أخته الكبيرة فعلاً. لحد هنا نكون عرفنا سر البنت اللي انتشرت صورها مع وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي. يجي بقى الدور دلوقتي نعرفكم على أهم واحدة قريبة لي في مصر. وسام كشف قبل كده إن ليه عمة في مصر، وكشف كمان إنها أهلاوية جداً، وفرحت جداً لما عرفت إنه خلاص بقى أهلاوي. عمة وسام عايشة في القاهرة من فترة كبيرة جداً، ووقت علمها بمفاوضات النادي الأهلي معايا قبل ما يجي كانت هي أكتر واحدة في مصر بتشجعه إنه يجي الأهلي. ده لأنها بتحب النادي الأهلي، والأهم بالنسبة لها إن ابن أخوها هيكون جنبها في مصر ويقدروا يزوروا بعض كل يوم والتاني. وسام أبو علي ولو أنتم ما تعرفوش كتير عنه فهو بدأ ممارسة كرة القدم تقريباً في سن 5 سنين، ولما كبر وبقى عنده 11 سنة انتقل لصفوف فريق البرج في الدنمارك. كمل وسام أبو علي هناك عدد من السنوات وتألق مع الفريق الأول لحد ما جاله عرض بعدها من نادي سيريس السويدي، وتم توظيفه كجناح مهاجم في البداية. بعدها شارك كمهاجم معاهم، وواحدة من أهم ذكريات حياته كانت مع الفريق ده لما كانوا بيلعبوا مباراة أمام فريق ديجفورس. نزل هو وقتها في الدقائق الأخيرة من المباراة وتمكن من تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، وأحد زملائه سجل الهدف الثالث، واشتهر بلعيب الدقيقة 90 بسبب تسجيل أكتر من هدف في التوقيت من المباريات، ويمكن ده كان السبب وراء اختيار النادي الأهلي المصري لوسام أبو علي. الأهلاوية معروفين بالوقت الأخير برضو في المباريات، وتعتبر دي عادة عند النادي الأهلي إنهم يحسموا المباراة في توقيتها الأخير. وسام أبو علي بيعشق حاجة اسمها البولينج والبلاي ستيشن، واللاعب العالمي المفضل ليه هو الفرنسي إمبابي، واحد حريف طبيخ بيعرف يعمل أكل لنفسه كويس جداً. في النهاية إيه رأيكم في وسام وأسرته الصغيرة؟